السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. من مشاكل جيل بريك iOS 9 من فريق بانجو هو أن الهاتف عندما تقوم بإغلاقه ومحاولة إعادة فتحه سيعلق على علامة التفاحة، ولقد شرحت حل هذه المشكلة في حلقة سابقة. ولكن بعد القيام بالخطوات التي تطرقت إليها في الحلقة السابقة وقمت بحل مشكلة تعليق الهاتف على التفاحة، على الأغلب ستواجهك مشكلة أخرى، هي أن الأدوات غير موجودة، بل إنها موجودة بالفعل ولكن وظيفتها لا تشتغل وكأنها غير موجودة، وكأن الهاتف لا يوجد عليه جيل بريك، فقط تظهر لك أيقونة السيديا في الشاشة الرئيسية، كذلك أيقونة التطبيقات التي قمت بتنزيلها من السيديا، مثلا آي فايل وآي كلينر وغير ذلك من التطبيقات. واجهت هذه المشكلة شخصيا واتبعت مجموعة من الخطوات حتى استطعت حلها واستخدام الأدوات، وظهرت لي الأدوات وقامت بوظيفتها على هاتفي مرة أخرى. ففي البداية وعندما حددت لي هذه المشكلة لم أكثرت لها، لأنني كنت يعني مشغول بالانتقال إلى الغرفة الجديدة والمكتب الجديد، فقمت يعني بالابتعاد عن الإنترنت قليلا حوالي 3 أيام، ولم أكثرت لي الإنترنت ككل وليس لهذه المشكلة ولهاتفي فقط، فتركت الهاتف لمدة يعني 2 أو 3 أيام. بعد ذلك عندما رجعت إليه مساء اليوم قلت هيا لأحل هذه المشكلة، لأنني سأستخدم هاتفي وسأحتاج إلى الأدوات والجيل بريك. فعندما تركته لمدة استقر فيها وقام بالتحديث إليها، ويعني قمت بتحديث السيديا وكذلك تحديث يعني الإصدارات أو التحديثات التي أتيحت لي السيديا لدي، وبالأخص تحديث أداة سيديا سبسورت، مهمة جدا تحديث هذه الأداة. قمت بتحديث السيديا لدي بعد ذلك لأعيد تشغيل السبرينج بورد، فقمت بتحميل أي أداة، مثلا على سبيل المثال يمكنك تحميل أي أداة، فأنا شخصيا قمت بتحميل أداة باور أوبشنز. بعد تحميل هذه الأداة وإعادة تشغيل السبرينج بورد قمت بإغلاق هاتفي وإعادة فتحه مرة أخرى، لم يعلق على علامة التفاحة بل فتح مباشرة، وأيضا أدوات السيديا ظهرت لدي واشتغلت بكل سهولة وبدون أي مشاكل. طبعا المشكلة تحدث مشكلة اختفاء الأدوات، أو بالأحرى عدم اشتغال الأدوات ووظيفتها لا تشتغل، هي عندما تقوم بحل مشكلة تعليق هاتف الآيفون على التفاحة، أي أن المشكلتين مربوطتين ببعضهما. فعندما تقوم بحل مشكلة التفاحة والضغط مطولا على زر رفع الصوت حتى يشتغل الهاتف، وكأنك قمت بالدخول إلى وضع السيف مود، فعندما تدخل إلى وضع السيف مود لن تشتغل الأدوات، وبالتالي حل المشكلة الأولى يأتي للمشكلة الثانية، وحل المشكلة الثانية يقضي على المشكلتين بأكملهما. حل المشكلة الأولى تعليق هاتف الآيفون على التفاحة سوف تجده أسفل الفيديو، لذلك قم باتباع الخطوات التي ذكرتها في هذه الحلقة. فالفكرة تكمن في ترك هاتفك فترة كافية من الوقت، 2 يعني فترة كافية للغاية وليست بكثيرة، يعني يمكنك ترك هاتفك 1 أو 2، بعد ذلك تحديث السيديا، كل التحديثات قم بتحديثها، أي شيء يظهر أمامه ترقية أساسية قم بعملها. بعد القيام بالترقية قم بتنزيل أي أداة، أي أداة يعني حتى تعيد تشغيل السبرينج بورد وإنعاش الهاتف إذا صح التعبير، وبعد ذلك قم بإغلاقه وإعادة فتحه وستحل لك المشكلة بإذن الله. أتمنى تكون الفكرة قد وصلت وقد نالت إعجابكم هذه الحلقة. رجاء إذا عجبتك هذه الحلقة لا تبخل لي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب، زر سبسكرايب وفر الآن أسفل الفيديو هنا على يمين، قم بالنقر عليه للتوصل بجديد الحلقات الشبه يومية على مدونة العالم الافتراضي. كذلك لا تنسى يعني مراجعة القناة إذا كنت مشترك جديد، يعني يوجد الكثير من الدروس المفيدة في القناة. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.